بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما دام قال ولا تبصرون يبقى لله معيته، مش بالعلم بقى، بذاته التي ليست كذوات. فلولا إن كنتم غير مدينين. طب انتم فاهمين ايه؟ مش مملكون لي، مش في قبضتني، يبقى انك كفرت زي ما انت عايز. انت زمن كده ما دام تبقى انت فاكر انك انت مش مملوك، كنت بقى لما تيجي الروح دي ارجعها الى الجسم. ما قدرتش ترجع للجسم لثبت انك مملوك وان كنت خلقت مختارا. فلولا ان كنتم غير مدينين، مش مملوكين كده بالقدر، ترجعونها ان كنتم صادقين. طب رجع الروح بقى ولم مش مملوكين، رجع الروح، ما قدرتش ارجعها، يبقى انت مملوك، يبقى انت اقررت على نفسك انك لا تزال في قبضة القدرة وان خلقت مختارا. فلولا ان كنتم غير مدينين مملوكين يعني، او تدينون بإرب الاله، ترجعونها اي الروح ان كنتم صادقين في قولكم. واما ان كان من فهذا، فاما ان كان من رجل القسم الاولانية بدأت في اول الصورة، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قلنا المقرب من هو ما هو الايه؟ احنا قلنا فيها ثلاث حاجات. في واحد بدأ أذكر حياته بالطاعة فلا يعصي، وداوم عليها فلم يعصي، يبقى ده مقرب بقى. واحد أصرف على نفسه أولا وبعدين تاب توبة نصوحة وعمل، أم قال دول أصحاب الإيه؟ دول أصحاب اليمين، دول كمان مقربين لأنه ما عصوش أبدا، وده اسمهم أصحاب اليمين. طب والذي ابتكر في المعصية ولم ينتهي ولم يتب عنها يبقى ده أصحاب الشمال. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هو إيه؟ الرحمة من الله. ما ما تقنة من إيه؟ روح الله. خلاص، يبقى الروح هي الرحمة، والرحمة تتناسب شعتها وعلوها بقدر الراحم. على قد ده راحم على قد، وده كبير على قد، وده راحم على الشيخ الغفير، وبعدين الشيخ الغفر، وبعدين الشيخ البلد، وبعدين العمدة، وبعدين مأمور المركز، وبعدين المدير، وبعدين معاه. كل واحد الرحمة بتاعته ايه؟ تناسب عظمته. فالرحمة المناسبة لعظمة الحق سبحانه وتعالى لا حدود ايه؟ لا حدود لها. فروح الرحمة وريحان. احنا قلنا هناك والحب ذو العصف والايه والريحان. الريحان ده الغض الطال الحلو اللي بيبقى نعم نطير نظر كده وبتعمل الحاجات اللي بناكلها، الخلطة الحلوة، الكرنب، اللود، الجرجير، الحاجات اللي هي يعني ايه. طيب وريحان له اسم ثابت، هو الريحان اسم لنوع من النبت طيب الرائحة. احنا وقفنا في الآية دي بقى كلمة ريحان دي، وجدنا ان الحق سبحانه وتعالى شرح الرسول شرح لنا ما قاله الحق، لان الرسول قال ايه؟ فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب. دي كلها في الاستحالات، ما رأت العين اقل مما سمعت الاذن، لان ما رأت العين ذاتك وعينك بس، انما سمعت يمكن مراي غيري. صحيح. يبقى الاذن ايه؟ أشف. الاذن ايه؟ اسمع. طيب والاذن تسمع؟ لا، العين رات والاذن سمعت، والاذن اوسع اخبارا او اوسع عمل. ولا خطر على قلب بشر برضو، واللي تراه يبقى موجود،
واللي أذن سمعت يبقى موجود من غيره وأخبرني به. هو خطأ ما يجيش في البال، ما يجيش إيه في البال، ما يجيش في البال. ربنا ذكر مثل الجنة التي وعد الإيه متقون فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لما قعدت أشوف الحاجات اللي هو عددها وجدت فيه متعة أكل وفاكهة ماذا ولحمة المشعون وعسل مصفى ولما مش عارف إيه الله، دي موجودة للذوق للذة طبعا الأول. طيب وإيه كمان؟ هم قال لك واللمس، الحواس الخمس كام؟ العين وبعدين الأذن وبعدين اللمس للإيه؟ الأنامل والذوق للإيه؟ فهو ادى للذوق الأكل واللم، ودى للمس سندس واستبرق وحرير ومش عارف إيه حاجة ناعمة ومش عارف إيه خلاص. ودى لإيه كمان؟ ودى للعين كاللؤلؤ المكشوف والدم والدم ومش عارف الحور والدم والعين ما بتاعت كده وبتاع ولا دي. لم أجد شيئا لحاسة الشم. لم أجد شيئا لحاسة الشم. صحيح حاسة الشم ما بتديش معلومات كتيرة، إنما بتدي إنعاش من النفس، النفس به الحياة، لكن النفس ملوش ريحة. نفسنا في الحياة ملوش ريحة، فإذا كان النفس بقى اللي به الحياة دي في ريحة ريحانية كده، يبقى إذا دي ذلك إيه؟ الحاسة النقصة في مسائل الإيه؟ الجنة، فيها الذوق فروح وريحان وجنة نعيم. النعيم هو إيه؟ ما تستطيبه النفس ولا يتأتى منها ألم. في واحد يستطيب الأكل، الأكل الشهي وعلى الحريف كده ومفهوم كويس يستطيبه، إنما هي يجيله بعدين ألم بقى، مش معدته تتعب ومش عارف إيه، ويجي مش عارف إيه يقضي حاجة يتعب وما أمام. يبقى فيه نعمة إنما مقدرة بإيه؟ مقدرة بشيء. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى في قوله فكلوه هنيئا مريئة، هنيئة يعني انت تتهنى بيه وتنبسط كده زي الحاجة اللي لها شمخة تقول ده بتنقع في مش عارف ايه، انما تتعب منها بعد ما تنجيش عليك تتعب فيه. فبيقول لك دي هنيئة، ويبقى ايه جمع الاثنين هنيئة ومريئة. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. سلام لك من اصحاب، كأن اصحاب اليمين هيدخلوا فوق، كل فوق بقى يسلم على الايه؟ يسلم على الايه؟ على الثاني. او سلام من الملائكه، او سلام من الله الذي يقول في سوره ياسين سلام قولا من رب رحيم. وانا لان كل واحد يعطي من السلام على قدر قدرته، فلما يحط كل واحد يبقى السلام جاي من مين بقى؟ جاي من الله، يبقى مالوش مدد. فسلام لك من اصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حميم. أنت نزل دي يسموها الفنادق، ويقصدون به طعام الضيف، يعني أعد لهم طعام من إمال إيه؟ من الحميم، وإن يستغيثوا إيه؟ يغاثوا الماء كالمهر يشوي الإيه والنجوم. طيب الحميم الحار أوي، وتصلية جحيم الاستلاء، يعني إيه؟ الألم من أم إيه؟ تمست النار وتحرق كلما نضيت إيه؟ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ العذاب. اهدي بدلناهم جلودا غيرها العذاب، من عطاءات القرآن. قعد العلماء من قديم من ايام علم اليونان يبحثوا في مركز الاحساس في الانسان، مركز الحس، يعني تحس بان حاجه تتحرك. قعدوا يقولوا المخ، وقعدوا يقولوا المخاع الشوكي، وقعد إلى جت ألمانيا وعملت تجربتها علشان يعرفوا منطقة الإحساس في الإنسان، فلم يجدوا إلا الجلد المغطى المغلف واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا نشوفه. قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنه يتألم بقدر نفاذ الإبرة من الجلد، وبعدين تمشي ما تمشي ما. فقالوا إذا كل الإحساس يكون في الجلد. قلنا لهم هذا ما جاء به القرآن من قبلكم، كلما نضجت جلودهم الجلود ليذوقوا. إذا علة الدبين الإيه؟ فكأن الجلد هو الذي إيه؟
هو الذي يجوز. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هو المكان اللي ينزل لما يروح بلد بلسة بيت يلاقي مكان معد كده الفندق يعني، او النزل ما اعد للايه الضيف لنزوله. ولذلك هناك لما يشوف دي نزل من حميم، شوف المتقين ده هذا نزل من ايه يوم الدين، مش كده؟ ونزل من ايه من غفور الرحيم. فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين لمن كان في النار هذه انت شفتها، وحق اليقين لمن كان في النار يعتمد كذا وكذا وكذا. حق اليقين، واحنا قلنا ان دي اخر مرحلة في اليقين، قلنا زمان ان العلم قضية مجزوم بها وواقع وعليها دليل، لكنه يسمونها علم اليقين. السورة دي كانت المرحلة بتاعة حق اليقين. في سورة ألهاكم التكاثر جابت ان هي المرحلة بتاع علم اليقين وعين اليقين، ما جابهمش كده. ما هو ربنا مش بيتكلم عن حاجة بالله يجيبها باب واحد كده ويسقروس، لا ده يجيب كل حاجة في الايه في الموضوعها. فقال في ديك هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خلاص، طب وايه اللي حصل؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين هنوريكم عين اليقين وتشوفوا النقط بعينيكم، وبعدين دي تدخلوا فيها وتوصلوا فيها، يبقى ده اسمه ايه؟ حق اليقين. ويبقى لا يلو كل هذا الكفار الذين شق المجتمع بهم، والعصاة الذين شق بهم المجتمع، والمؤمنون العاملون الذين ساعد بهم المجتمع نوعين. يبقى كل ربنا يجازل المجتمع انتفع به وبخير وببر وبكرم وبإنسانيته وبخلق الكريم، ربنا جزاه هذه واحدة. وكل اللي أذانا بشر وغرق وبتاع وعليه دائما مش ملتزم، ربنا يديله عقوبة. قال لك ده ايه؟ ده رب، ده رب بيغضب لخلقه. غضب الله ليه؟ لأن الطاعات كلها ما لا تنفع الله بشيء. كل معاصي كلها لا تضر الله بشيء. إنما الطاعات رحمة مين؟ رحمة عباد لعباد. والمعصية فجور عباد بعباد. يبقى لما ربنا يجي لحاجة هو ما انتفعش به، ويجي لنا لأننا انتفعنا بالطاعة بيجازوه هذا الجزاء، يبقى بيدفع عنا الثمن بتاع السعادة بتاعتنا بالخير. وبعد ذلك اللي أذونا بيدفع ايه؟ بيعاقبهم العقاب اللي يناسب إزاءهم لمجتمعهم. هذا الأمور كله كان يجب أن يستقبلها كل إنسان بتسبيح الله وتنزيهه. فنتيجة لهذا الايه؟ فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. سبح يعني نزهه عن كل نقص. خلاص؟ واجعل له في الكمال ما ليس له مثيل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا آية في استعمالات الخلق والبشر. واحد يبقى جبار وسوي زي فرعون، انت الاله وانت اللي مش عارف ايه، ايوه يكبروا وينفقوا فيه يعني. خلاص؟ إنما هل سمعت واحدا قال لمتجبر أو طاغٍ أو مالك ظالم غشوم، هل تقال له سبحانك؟ محدش قال له سبحانك، رغم إنه موجود فجار وكافرين بالله، برضه محدش قدر يقول إيه؟ مستأثر بها، لا، سبحانك ولا تقال إلا لك، محدش قال زي إيه؟ زي الاسم الله. هل تعرف له سمية؟ حد سمى الله؟ طب ما رب الكفار دول كده، ما واحد الشطر كده ويسمي ابن الله، ما حصلش. ليه؟ قال لهم لأنهم عارفين ده كلام كذب، وإنه يخاف يتكلم الكلمة دي اللي يتخذ هو الولد. الله، يبقى لا تعرف له سمية، وكذلك سبحان الله ما تقلش الإيه؟ زي الصيام لم يتعبد به بشر لبشر. الله. إنما إحنا قلنا في الصلاة في الشهادة أن لا إله إلا الله، هتقول ما فيش في الكون إلا أنت، أنت اللي مش عارف ما هو ما علمت لكم من إله إيه؟ غير. طب يقدر برضه يقدر واحد ينفق في واحد كده ويخليه ما فيش أكتر منه. يبقى الصلاة ويخضع له زي ما كانوا بيحيوا ويسجدوا.
اما بقى شهادة ان لا اله الا الله من الممكن الواحد يدعي الواحد وفيها العلم والصلاة التي ممكن برضو يسجد له ويركع له ويعمل له كل حاجة. طب والزكاة برضو ممكن يرشيله كده ويديله في اي مناسبة فلوس علشان يعني مش عارف ايه وذن. الله. طب والحج اللي يجي كل اسبوع يمضي في التشريفات عشان الولاء. السم ما جاتش حاجة زي دي ابدا. الله. يبقى لم يتعبد بشر بشر بالصلاة. وذلك لم يسمي واحدة الله ولم يقل لأحد سبحان الله. ثلاث أشياء موجودين ربنا مستعصر. دي دليل على أن صلاقة القدرة وأنهم ممنوعين أن يقولوا. نعم. فسبح باسم ربك. سبح باسم ربك العظيم. معنى عظيم يعني إيه؟ عظيم يعني حاجة ما تقدرش تستوعب العظمة بتاعته. لا تستطيع أن تستوعب العظمة لأنه يعني فيه نوع عظيم وفيه أعلى. احنا بنقول في الركوع ايه اللي هو خضوع شويه سبحان ربي العظيم عظمته لا تدرك كثيره قوي. لكن في السجود بنقول سبحان ربي الاعلى. يبقى في فرق بين عظيم وايه اعظم يعني ضخم لا تدرك اعلى في العالي في الكون. يبقى فيه الاثنين بنقول دي في السجود ونقول دي في الركوع. فسبح باسم ربك العظيم. ومن جميل السبك الابائي ان هذه الصوره تختم بقوله باسم ربك لسبح باسم ربك العظيم. وبعد ذلك الثانية تقول ايه سبح لله ما في السماوات والأرض. فكأن فسبح باسم ربك العظيم استجابة السماوات والأرض اللي في السبح قالت سبح لله ما في السماوات استجابة. طب كويس كده بقى التسبيح هو التنزيه عن النقص والتسبيح هو إعلاؤه إلى أن لا يوجد في الفضائل مثله. نعم. ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه كلمة التسبيح تقول له إيه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق قبل الصفة هو خالق قبل أن يخلق. خلاص. وراحمه قبل أن يخلق من يرحمه. خلاص. يبقى معناها أنها صفة ذاتية فيه مش منتظر حد إيه. ليه؟ قال لك لما تقول فلان شاعر عرفت إنه شاعر إزاي؟ لأنه قال قصيدة. هتوصفه بأنه شاعر لأنه القصيدة؟ لا ده علموك بأنه شاعر القصيدة. إنما هو شاعر ده لم يقل القصيدة أولا إلا لأنه شاعر. يبقى الشاعرية موجودة فيه الأول ولا لا؟ وبعدين؟ ده شاعر. يبقى الخالقية موجودة في الحق وبعدين خالق. القيومية موجودة في العقل ذاته مش ضروري على ما يجب لا من قبل ما يجب. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق. سبحانه. وما دام بصفات الكمال خلق كلمة سبحانه دي هو وإن لم يوجد من ينزهه. الله. هو عظيم في ذاته. هو كده في ذاته قبل ما يوجد من ينزهه. ولذلك يقول سبحان يجيب المصدر. لكن لما نقول سبحان وجدناها جاءت في صور متعددة في القرآن. مرة تجي الاسم للظاهر. سبحان الذي أسرى. مضافة للظاهر سبحان الله هنا تمسوه. ومرة تيجي للمخاطب سبحانك. ومرة تيجي للغائب سبحانه. الله. يبقى جت كم مرة؟ تيجي للاسم الظاهر. فسبحان الله حين تمسون وحين ايه تصبحون. وجدت في الظاهر 18 آية في القرآن في 18 سورة. أولها ما قيل في سورة ايه؟ يوسف. في سورة ايه يوسف؟ قال ايه في سورة يوسف يا سيدي؟ سبحان ربنا ما سبحان الله وما انا من المشركين. مش كده قد اللي فزرت في مين؟ في يوسف. اول آية فيها سبحان الله جت في سورة مين؟ في سورة يوسف. وبعدين جت في سورة القلم اخر آية في سورة ايه؟ سبحان ربنا انا كنا ظالمين. نبتوع أصحاب الجنة. يبقى من أول يوسف إلى حد مين سورة القلم دي 18 إيه 18 آية. مثلا تيجي في البقرة
لما جه يتكلم في خلق واستعقل وأتجعل فيها من يفسد فيها ما تبسمعوا أنا علم آدم الأسماء لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء أنتم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما إيه؟ إلا ما علمتنا. أدي أول إيه؟ أدي الآية الثانية اللي جت في اللي. يبقى أول آية سبحانك لا علم لنا إلا إيه؟ إلا ما علمتنا. وسنها تقول 18 سورة فيها هذا الكلام إلى أن تنتهي بسورة إيه؟ بسورة القلم. وبعدين جت إيه؟ دي 18 مرة. وبعدين جت سبحانك في كاف الإيه؟ سبحانك إني كنت من الظالمين. ومرة جت سبحانه سبحانه وتعالى بضمير الغيبة. سبحانه وتعالى يا سلام هناك من سمع في سبحانه مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في بقى يبقى فيه الاسم الظاهر 18 في 18 سورة. الكاف المخاطبة في 9. كاف الغيبة في 14. دي المصدر بس اللي هو كان سبحانه قبل أن يكون أي شيء. وبعد ذلك خلق الخلق. لما خلق الخلق الإنسان مثلا ولا الجان خلق له قبل أن يخلقهم. الله خلق السماء والأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء